اللقاحات مأمونة جدا، والاحتمال بأن يتضرر الإنسان من جراء الأمراض التي يمكن منعها من اللقاحات وهو أكبر بكثير من أن يتضرر بفعل اللقاحات. وتخضع اللقاحات إلى اختبارات مجددة للتأكد من أنها مأمونة. تساعد اللقاحات في هذا المناعة الموجودة في جسمك على مكافحة الالتهابات بفعالية أكبر من خلال إطلاق استجابات المناعة الموجودة لديك ضد أمراض محددة. وبعد ذلك إذا اجتاح الفيروس أو المناعة جسمك في المستقبل، سيكون جهاز المناعة لديك مدركا لكيفية هذا الفيروس أو الجرثومة. وتعد اللقاحات هي أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار الأمراض المعدية، حيث تمنع وتقلل نسبة انتشار الأمراض المعدية. التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوعاً يعطى في الشهر الأول بعد الولادة. التلقيح ضد السل يعطى في الشهر الأول بعد الولادة. التلقيح ضد شلل الأطفال يعطى في الشهور الأول والثاني والثالث والرابع والثامن عشر ثم خمس سنوات. التلقيح ضد الكزاز والسعال الديكي يعطى في الشهور الثاني والثالث والرابع. التلقيح ضد القصبة يعطى في الشهرين التاسع والثامن. التلقيح هو إجراء وقائي يقوم على حقن جسم غريب الذي هو اللقاح في جسم الإنسان من أجل حمايته ووقايته من بعض الأمراض. التلقيح هو على شكل بكتيريا أو فيروس تعرض لعدة عوامل فيزيائية سريعة الانفعال من أجل إضعاف قدرتها على إنتاج المرض، وهو يؤخذ إما عن الطريق الفم أو الحلق. التلقيح يعتبر وسيلة وقائية تمكن من الحماية من عدة أمراض خطيرة والتي قد تسبب في الإعاقة أو الوفاة، بحيث يوفر التلقيح الحماية الفردية للشخص الملقح، الحماية الجماعية عبر الحد لانتشار الأمراض إلى من يحيطنا بالمريض، الأسرة والأصدقاء، وبالتالي الحد من انتشار الأمراض المعدية. اللقاح ضد فيروس كورونا. اللقاحان ضد فيروس كورونا يتصدران في الوقت الحالي قائمة اللقاحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لقاح بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا. فكلا لقاحان ضعيفان من بروتينات ضعيفة أو معطلة في الخلايا البشرية التي لا تسبب المرض، بل تكتفي بإشعاره للمرض وتحفزه على إنتاج الأجسام المضادة لبناء جهاز المناعة ضد الوباء الفتاك. يجب أن يجرى اللقاح في مراكز التطعيم من أجل قبل فريق متخصصة لضمان التأكد أن اللقاح يتم معالجته بشكل صحيح وعلى الفور. لا يجب أن يأخذ الشخص التطعيم الثاني إلا بعد مرور 3 أسابيع. ينصح بالمختصون بضرورة أخذ التطعيم الثاني لنكتسب مناعة ضد فيروس كورونا.